Northside, coolin' shawty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. And my ex keep calling sweater, she be in the way. And I need a stay around. تكونوا ألف خير يا رب وانتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم، الفيديو المنتظر من الكل عن جد. لازم تصفقولي لأني عملت هذا الفيديو، صفقولي يلا عم استناكم. حرفيا نحن نقلنا بيتنا من الشهر الرابع، يعني من 7 شهور أنا ما عملت لكم جولة بغرفتي، شيم اون مي. فأول شيء كان بأول كورونا وكل الشركات والمحلات تسكروا وما عاد قدرت إني وصي على شيء، فالشغلات وصلوني بعد كم شهر يعني، ولسه في شغلات لسه ما وصلوني على فكرة، لسه في شغلات إنه حابة إني غيرها بالغرفة، بس قلت خلاص يعني كات بونت. ما عاد فيني استنى وخليكم تستنوا. او صحيح كمان كان بدي اقولكم انه في كتير شغلات، مثلا طاولة المكياج والتخت انه من غرفتي القديمة، فاذا انتو ما شفتوا الفيديو القديم منحط لكم اياه هون، روحوا شوفوه، يا يمكن هذاك الفيديو كمان يعجبكم. Let's go. فاذا بتجوا على الغرفة هيك بيكون شكلها ترارا. واو حرفياً بكل منطقة بغرفتي في مراية. بس خلونا نبلش بالمرجوحة هاي اللي أنا كان بدي إياها من 1000 سنة، عن جد كتير كان بدي إياها، وخصوصاً باللون الأبيض. دورت كتير بأغلب الأماكن ما كان في باللون الأبيض، لهيك كان لازم إني استنى كتير لحتى يجي. أوكي، وبنجي لهي النبتة اللي بتجنن، أنا حطتها هون مشان الضوء لانه النبتة والضوء بيلبقوا على بعض. طبعا النبتة ما نحيية للأسف، جبتها من ايكيا اذا بتسألوا حالكم. وهون في كمان هدول الاضواء، اذا بتتابعوا فيديوهاتي بتعرفوا انه هذا الشيء كان خلفية كتير فيديوهات. من يوم رايح اذا عملت فيديوهات رح اقعد هون واعملكم فيديوهات. وهذا الضوء كمان كان بدي اياه كتير 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 صراحة. الضوء كلفني كتير، يعني كلفني بظن 80 يورو او هيك شيء. لما وصيت عليه فكرته اكبر. هيك خلصنا من اول منطقة ونجي لهون. فاول شيء المراية والاضوية وكل شيء وجدتكم اياهم كلياتهم بالفيديو القديم، فروحوا لهون وبتعرف تعرفوا كل التفاصيل يعني. فهون انا حاطة شغلات يعني بستعملها، مثلا هاد للعناية بالشعر، هاد للعدسات، وهدول بودي سبريز زيت و هدول الشغلات يعني، ممكن معطر يعني. وبعدين في هيك شمعة صار لها عندي شي 1000 سنة وما شعلتها لانه ما بدي خرب الشكل طلع ما احلى. وهون عنا هاي تبع الاكسسوارات، بصراحة بالعادة تكون مليانة لانه ما بدي حط الاكسسوارات بمكانهم، فبعلقهم دغري هون وخلاص يعني. مالك كل نسيانة هدول هون، كنت عالقتهم هون. طلعوا guys that's my baby. هاد سلسالي اللي انا عملته مع شركة انا لويزا، فلحط لكم كمان الموقع تحت بالوصف اذا حابين تروحوا تشتروا، بجنن عن جد. ويا بنيجي لهون، هون حاطة الشغلات اللي كتير بستعملها، طبعا اغلبهم من بنفيت. هاد هاي الحمرة كتير بستعملها، هدول ما بستعملهم كتير بس انه حطيتهم مشان المنظر لانه كتير حلوين. هدول كمان كتير بستعمل، هدول فونديشنز بس كاستيك. المهم كتير شغلات من بنفيت، هدول تبع الحواجب طبعا ما بستغني عنهم ابدا. وهون حاطة الشغلات التانية اللي كتير بستعملها، يعني بستعملها تقريبا يومي، مثلا ليب لاين وهيك شغلات يعني. وهون عنا كل شيء فيكم تتخيلوه، يعني كل ما بشوف شيء ما بعرف وين حطه بحطه هون. وهون في طبعا الشغلات والمكياج، لازمه بصراحة فيديو كامل مشان اشرح لكم شو فيه وهيك. وبظن هدول بتعرفوها من الفيديو القديم، الزبالة والكرسي. الكرسي صاير كتير قديم بس كتير بحبه. فهدول بصراحة امي حاطتهم ما بعرف ليش، بس حاطتهم وانا قلت يعني why not. اوكي، وبنيجي لهي المراية. بصراحة كان بدي احط هيك ورود، شفتهم عند جودي كتير عجبوني، فكان بدي احط ورود هون وكمان هون هيك.
فما حبيت خليكم تستنوا اكثر فخليته هيك. هلا بنجي للغزانه. طبعا هي الغزانه جديده مو مثل الغزانه القديمه. وصيت عليها على النت فكرتها اكبر بكثير بس طلعت مو كثير كبيره ودفعت عليها بلاوي. فخلونا نبلش باول باب. انا بصراحه كنت حابه انه كل ما بفيق من النوم انه بس افتح خزانه واحده. عرفتوا كيف؟ فحطيت هون كل الشغلات اللي كثير بستعملها او انه التيشيرتات والبناطلين حطيتهم بخزانه واحده مشان انه ينو ما افتح اكثر من خزانه، افتح بس باب واحد ويكون عندي كل شيء تقريبا كل شيء. فهون عنا التيشيرتات والشغلات اللي ما كثير بستعملهم، هون عنا سويتشيرتس وهيك شغلات، هون الشغلات اللي بستعملهم كثير حاطتهم هون مشان اعرف كمان شو عندي وشو ما عندي. وينو هون حاطة البناطلين اللي اكثر شيء بستعملهم، وهون حاطة ثياب النوم، البناطلين اللي ما بستعملهم، وكل هدول الشغلات يعني. Let's move on to the next. فهي مثل ما بتشوفوا هدول كل الجواكيت، بالعادة الجواكيت بيكونوا هون، بس بما انه جولة بغرفتي وحركات يعني حطيتهم كلياتهم هون مشان يبينوا مرتبين وهيك. اوكي فهون بحط كل الاكسسوارات وهيك، فمثل ما شايفين انا بحب كثير اشتري اكسسوارات بس ما بستعملهم. هدول كلياتهم خواتم، في هون كمان لسه خواتم، هدول حلق مثل ما شايفين، وشو هدول؟ هدول كمان حلق، هدول اكسسوارات، وهون كمان عندنا لسه في حلق، وهون حاطه هون جاكيت، وهي عده الكاميرا والاضاءه وكل هدول الشغلات وشغلات فاضيه يعني. وهون حاطه كل الكراتين اللي بتجيني مثلا من بنفيت او من لنزمي او كراتين يعني عاديه بحط فيهم شغلات. هون عنا كل الفساتين وهيك شغلات عن السهرات. هون حاطة الشناطي وكم فستان يعني. وهون تحت حاطة الدفاتر من السنة الماضية. بحياتي ما كبيت دفتر ولا رح كب دفتر لأنه عن جد كتير مهمين، وأحيانا برجع لدفاتر من الصف التاسع أو العاشر وتطلع شو أخذنا وهيك. مثل ما شايفين كل هدول دفاتر كنت حاطتهم بهذا الكيس لما انتقلنا. فخلونا ننتقل على المكان اللي بقضي فيه أغلب وقتي واللي هي المكتبة. فجايز مثل ما لاحظتوا هذا الكرسي جايبته جديد، كتير 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 بجنن، وأنا كتير بحب هذا الكرسي وكتير مريح بصراحة. شكله إذا الواحد بيشوفه بيقول إنه مو كتير منيح بس حرفيا كتير مريح. وجبته من بوكو، ما بعرف اذا بتعرفوا هذا الشيء بس هذا موجود بالمانيا يعني. كثير كثير بحب هاي الطاوله يعني. انا اشتريتها واخي الكبير اشتراها، اخي الصغير واخي يعني عنا منا ثلاثه بالبيت، وكمان ارسلها لرفيقتي ورفيقتي كمان اشتريت مثلها. من كثر ما الطاوله بتجنن لانه الواحد في عنده كثير مكان، وكمان هيك بيكون ازاز يعني ما بتوسخ كتير، واذا توسخ يعني فيكي تنظفي دغري. وعنده هيك دروج، خلوني اورجيكم اول شي شوفي بالدروج. فهون عنا كل الكتب والدفاتر كتير مرتبين مثل ما شايفين، وهون عنا الملفات الكبيرة. طبعا ما خلصنا من شغلات المدرسة. هون كمان حاطة جزداني، حاطة هون شغلات للمدرسة، هون في شغلات اليوتيوب وهيك، وهون شغلات يعني لما بلاقيها بالأرض بحطها هون. هون كمان حرفيا بحط كل شيء يعني. هون في شموع كتير 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 ريحتهم طيبة من أكيا. هون عنا الستاند تبع اليوتيوب للزي وكل هدول الشغلات. وهون كمان حاطة الكتب. فخلونا ننتقل على الطاولة والشغلات اللي عليها. اوكي اول شي هون هاد لابتوبي كله مع بامب هيري ستايلز. وهون الايباد تبعي لانه انا بكتب بالايباد للمدرسة. اوكي هون عندي البلانر اللي ما بستغني عنه ابدا ابدا ابدا. وهون في هيك شنطاي فيه شغلات يعني، هون ديكور وحركات، وهون كأنه قلت كتير هون. المهم وهون في البلانر تبعي، هاد البلان ل 2020 وهاد ل 2021. هون كاتبة ايمت عندي الامتحانات وايمت لازم ادرس وهيك حركات يعني. وهاد اكتر شي بحبه بالمكتب، تطلع ما احلى استريك وحركات يعني. فهون اول شي حاطة طبعا قرآن. هون عنا نبتة فيك، هون كمان عنا نبتة فيك رقم 2. هاي نبتة حقيقية بصراحة، مرة اشتريت بوكيه لأمي وكان فيهم هدول وحطيتهم هون. وهون صورة لهاري ستايلز وصورة لأختي وصورة بيستي ولأمي وأبي وهيك. وهذا القلب أختي عملت لي اياه، عطتني اياه
كتير حلو وكيوت فحطيته هون. هون حطها هيك لوحة كاتبة عليه study hard. طبعا هدول بنشالوا وبنحطوا فيك تكتبي كل شيء عليهم يعني. وعندي هيك ساعة صوتها كتير بيزعجني بس شكلها حلو. هون عندي to do list مثل ما شايفين، في كتير شغلات لازم اعملهم لسا. هون عندي كمان دفتر بكتب عليه من ايمت لايمت بدرس وشو اللي لازم ادرسه، هيك شغل مشان يكون عندي هيك بلان. وهون عندي كل الواني مع مقص المقص ما بيلبق ابدا، بس طلعوا هالالوان احلاهم. وخلونا نجي لهون. طبعا هون حاطة الكاميرتين بالعادة، هي الكاميرا كمان بتكون هنيك. وهون حاطة الكتب، هون هيك نبتة كتير حلوة، ويا هون كمان نبتة حلوة، ودرع اليوتيوب ان شاء الله عن قريب رح يكون درع المليون كمان هنيك. ويا هنيك حاطة الصورة اللي كتير حلوة. فجايز التخت لساته مثل ما هو، المخدات لسه ما غيرتهم ولا عملت اي شيء بالتخت لانه انا بعشق التخطيط صراحة، كتير بحب التخت. والبلادي كمان ما غير شيء فيهم، وكمان هدول الاضواء حاطتهم كمان بهي الغرفة لأنه كتير بحبهم. وهون حاطة صوري وصور رفقاتي وكل شيء، صور عملتهم بالكاميرا الفورية. اوكي، فيمكن انتوا لاحظتوا انه هدول الصور المكان تبعهم ما بيلبقوا كتير على بعض. هذا الشيء لأنه ما كنت حابة احط هدول الصور، كنت حابة احط صور تانية بس للأسف لسه ما وصلوني. وصيت عليهم بس لسه ما وصلوني. جايبة اكتر من برواز هيك كتير كبير وباللون الذهبي، كتير 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 حلوين. بصراحة كنت محتارة كتير اي صورة حطوا هيك، واخيرا اخترت الصور. وان شاء الله بيصلوا عن قريب، وتابعوني على الانستغرام مشان تعرفوا كيف رح يكون شكلهم. فجايز هون كمان بصراحة ما تغير شي، لساتني حاطة هاي الوردة الحلوة وهذا الكتاب من راسلي حاليا عم اقرا. هون حاطة ريموتات هدول الاضواء وكمان الضوء اللي فوق، هلا رح اورجيكم اياه. واكيد اكيد اكيد لاحظتوا انه غرفتي وغرفة اختي متواصلين ببعض. خلوني اورجيكم بس شوي غرفة اختي، طلعوا شو كيوت. طبعا مو مرتبة وهيك، بس الغرفة بتجنن تبع اختي. طلعوا واو، يا ريت لو انا كنت صغيرة كان عندي غرفة مثلها. وطلعوا على هي اللعبة، او ماي جاد. طلعوا بدي احط هون شيء بس ما بعرف شو بصراحة، لسه ما بعرف. وخلونا ننتقل على الاضواء. طبعا هذا الضوء اللي حطيته بغرفتي كتير كتير بحب هذا الضوء. هون حاطة الايدي، طلعوا بيجوا من هون من تحت لفوق لهنيك لهنيك لهون ولتحت. طبعا هاد كلياته واحد بس، طوله بظن 20 متر. هون فيني غير اللون. فيا جايز هاد كان الفيديو، بتمنى انه عجبكم واستمتعتوا فيه. طبعا كتير 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 رح افرح اذا دعمتوني بهالفيديو وبعتوا الفيديو لاهاليكم لاخواتكم لامكم، كتير 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 رح افرح. ولا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو اذا عجبكم. طبعا حطوا لي بالكومنتات شو اكتر شي عجبكم بالغرفة وشو اكتر شي ما عجبكم او فيني غيره او هيك، كتير رح افرح بالفيدباك تبعكم. ويا بشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. باي.